طيب في صوره دلوقتي معانا على الشاشه، ده جدول الدوري. ده جدول الدوري اللي فاز بيه المحله سنه 73. بص هناخد بالنا انه المحله الاول، الزمالك الثاني، الزمالك الثاني، الاسماعيلي الثالث، الاهلي الرابع. معلش هو الشوقي بس ده الرابع. انا بس مش وحش برضه بس الشوقي. بعد كده الاهلي فتره من فترات بقى العاشر. ده في ده 66 تفتكر والله. 66 اللي تدخل على الحكيم عامر. مين اللي دخل؟ سياده المشير عبد الحكيم عامر الزملكاوي، ودخله معسكر فين؟ في اتحاد الرياضي لكره السله. مين اللي كان ماسكه؟ اللي هو محمد خليل الديب، ده رئيس اتحاد الكرة باين، مدير عام اتحاد الكرة، المدير التاريخي لاتحاد الكرة خليل الديب. واول اول حاجه عمل لهم جاب المزين، حلق لهم زيرو ودخلهم في الطابور وبقى طابور، اتنقل من العاشر للتاني. صحيح في نفس السنه. طيب السنه دي انا بس عايز نكبر الجدول عشان بس عايز اقول تفصيله. هنشوف شكل الانديه، يعني هنلاقي اتحاد سكندري كلها جماهيريه، بقى هنلاقي الترسانه، الاولمبي، القناه، دمياط. طبعا اللي بيتفرجوا علينا اغلب الانديه دي ما يعرفوش اساميها، ما اعرفش هي كانت موجوده في الدوري الاساسي. القناه مثلا، البلاستيك، البلاستيك ده كان البلاستيك. كان مرعب طبعا في وقت من الاوقات. طبعا المصري، الطيران، اغلب الانديه دي للاسف ما بقتش موجوده. انا بخاف انه بعد 10 سنين خرج ولم يعد. انا بخاف الانديه برضو على يعني جيلي برضو، مثلا اسكو، ما حدش يسمع اسكو طبعا. اسكو ده اللي طلع حمدي نوح. صحيح صح، صحيح. وحمدي نوح بس يعني حمد نوح وناصر محمد علي، محمد علي ورضا شحاته، وكان بيدربه المرحوم شلش. لا ده اسكو ومختار، مختار كان بيلعب في اسكو. صحيح. ففكره الانديه اللي بالشكل ده اللي هي انديه لها تاريخ وبتختفي، احنا دلوقتي الانديه اللي بتصارع على الهبوط فيها الاسماعيلي، فيها المقاولين. احنا بنتكلم على اثنين واخدين كاس افريقيا مش الدوري. ايوه الاثنين خدوا الدوري والاثنين خدوا كاس افريقيا. ولما يكون بيصارع على الهبوط وهم بالشعبيه والتاريخ الكبير ده، الحقيقه دي حاجه يعني تخوف، مع انه المصري برضو عنده نفس تحزن. طبعا تحزن. طب هو بيتكلم، طب ما تشوف الترسانه. الترسانه مثلا بيكافح عشان يبقى درجه زهبة مع الريح حرفيا تانيه، في حين انت بتقول الهداف التاريخي للدوري كله مرحوم حسن الشاذلي، وتلاقي مصطفى رياض، وتلاقي الناس اللي معاه. انا زملت محمود رقم ثلاثة مصطفى رياض، زملت محمود حسن في السعوديه الثانويه. كنت تشوف محمود ده سبحان الله، ما تقولش ليه يعني، احنا في ثانوي كان لعيب فيرست تيم الترسانه، كان لعيب منتخب مصر، وكان افضل وينج ليفت في مصر. ترسانه كان فاكر على جيلي بقى، فاكر عندهم كان حارس مرمى اسمه حسن علي. طبعا كان بيمسك الكره كده بايده الواحده، بيمسك بايده واحده. فاكر يا شباب؟ انا فاكره كويس قوي. طب الجيل الذهبي اللي كان بيعمل نفس الفكره، انطوان بيل في المقاولين، انطوان بيل الكاميروني، حسن ترسانه. ترسانه ايه اللي كان بيميز الجيل الذهبي ده اللي حضرتك بتتكلم عنه؟ الموهبه وحب النادي. الموهبه فرضت الترسانه، يعني كانت الترسانه فيها افضل صانع العاب في مصر ابراهيم الخليل، كان فيها افضل وينجين في مصر رياض والشاذلي، ومعاهم محمود حسن، كان فيها حمدي عبد الفتاح، كان فيها الشغبي، كان فيها بهاء، كان اسماء كل واحد منهم يشكل فرقه. فموهبه عاليه جدا. وعشان كده الناس دي لما طلعت، يا راجل ده احنا في الستينات كانت غلبت الاهلي 5-1 و6-1 و5-0. كان خلت الاهلي ايامها، يعني انا وايامها الماتش ده كابتن صالح سليم اضطر يضرب حد من الفرقه اللي كل شويه بترقص ويعدوا منه. يعني ميمة عبد الحميد، ما تقول يا يعني لا بس على فكره انا كنت مع ميمة عبد الحميد في المانيا، اقسم لي ان صالح مضربه، هو قال له ما تديش لرفعت. رفعت فنجيلي ده كان مهندس، وهو كان مش مهندس، هو عرفش يقرا ويكتب والله يرحمه، انما ايه كنا مسمينه. يعني انا سمعت من الكابتن الوحش الله يرحمه ان رفعت فنجيلي افضل من لمس كوره في مصر، هو وابراهيم يوسف الله يرحمهم الاثنين. فكابتن صالح كان كابتن مهيب قوي، كان شخصيه. كابتن ميمة حميد كان باك، فكل ما يستلم الكوره يدور على حد يلاقي رفعت فاضي وصالح مليان متراقب فيديها رفعت، فراح له قال له مش انا قلت لك ما تديش. فحتى ميمة قال كانوا احنا في المانيا ايامها، حكى لي القصه، قال انا لا اضرب صالح ما ينفعش، يبقى وانا اتهنت كده راح واخد بعضه ولابس ومشي. وما هو كان ساكن في الساحل، ما راحش بيتهم، راح
دخلته في مش الجيل. الساحل الشمالي، الساحل الروبي الخضراء. شوف بقى ذكاء، زمان الساحل ده ما كانش موجود. ايوه بالظبط، البحر ما كانش موجود. شوف ذكاء صالح، حس انه غلط. صالح برنس وابن ناس خرج من الملعب، راح لكابتن ميمي في بيته، قالت له في الجيزه، راح لميمي في الجيزه وخده وطلع بيه على بيتهم، وكان هو في شارع شاهين، وقعدوا وبسطوا، وتاني يوم الصبح خدوا بعض ودخلوا التدريب. مفيش حاجه، مفيش. الاهلي دلوقتي بيعج بالمشاكل،